اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. خلاها سمك النهارده يا مغازي. لما نقول خلاها سمك يا اما قاروص يا اما بوري يا اما بولتي يا اما الدينيس. تعالوا مع بعض معانا سمكه القاروص النهارده، واحنا بنعملها بناء على رغبه الساده المشاهدين اللي بيتواصلوا معانا على السوشيال ميديا. لنا موقف مع القاروص دايما متحدد اقامته، يا اما يتعمل زيت وليمون، يا اما يتعمل سنجاري، يا اما يتعمل مشوي. انا هعمله النهارده بطريقتي الخاصه، هنعمله بالزبده والليمون. زبده وليمون ده لها تركايه كده، هنشوف نعملها مع بعض ازاي بحيث ان الانسجه بتاعه السمك ولحم السمك يشرب الفليفر بتاع الزبده مع الليمون. دي فيها فكره شويه كده، هنعملها مع بعض هتعجب حضراتكم ان شاء الله. الاضافات يا اما مكرونه يا اما بطاطس حسب رغبه ولادك. السبارخ واطفالنا والمدارس طبعا بنتمنى لهم التوفيق، وانا اعتقد المدارس كلها دلوقتي خلاص عايزين نغذي ولادنا. يعني ممكن هم بيحبوا الجمبري المقلي، يحبوا الكفته. ايه رايكم نعمل النهارده طبق مكرونه بالجمبري والسبانخ؟ لان ما بيحبوا الجمبري فنحط لهم السبانخ، ده طعم جوه الجمبري. والسبانخ غنيه بالحديد وبناء الاجسام وبتغذي الاكسده والاكسمه طبعا في بدايه المراحل من العمر. فخلونا نشوف ازاي نعمل طبق مكرونه بالجمبري والسبانخ، معاها كريمه طبعا ومعاها فكره طهويه. نيجي للبطاطس بتاعتنا، كانت معانا من امس واحنا كلامنا طبعا واضح مع حضراتكم، المصداقيه والشفافيه ده شعارنا على شاشه القناه الاولى. امبارح الوقت ما اسعفناش ان احنا نعملها، انا هعملها النهارده البطاطس بالخلطه المغازيه. والكل عايز يعرف يعني ايه الخلطه المغازيه مع بطاطس بثلاثه تعريفه، هيبقى طعمها في حته تانيه. طيب نعمل البطاطس بسرعه، يلا بينا. بطاطس مقاديرها على الشاشه شفناها، همسكها اقطعها دلوقتي، معايا الزيت جاهز، خلونا اقطعها كده بسرعه لان انا وعدت حضراتكم ان احنا نعملها. والمصداقيه والشفافيه ده شعارنا. هناخد البطاطس دي نقطعها كده بطريقه جديده، يعني مش طريقه جديده، بطريقه غير المكعبات يعني اهو. حلو، مش بومفريت يعني، مش اصابع، لا اهو، يعني بطاطس تبقى تخينه شويه لان يعني دي هتتحمر وبعد كده هتاخد صوص او تاخد خلطه. بس انا وعدت حضراتكم من امبارح ان احنا نعملها النهارده. ادي البطاطس وانا شخصيا بحبها كده، لما بتاخد روزماري وتاخد زعتر وتاخد توابل معلقه دقيق حلوه التقطيعه دي، عندي زيت شديد الحراره بحطها في الزيت، وعندي طاسه على النار بتسخن، تطلع البطاطس من قلب الزيت تلاقي الحفله بتاعتها في قلب الطاسه دي. اقطعها كمان نصين، حلو قوي، يلا بينا يلا بينا على الزيت. اللهم صل على النبي. الف انا وشف، خليها يا عم الشيف تتحمر. طاسه هنا على النار تعمل الخلطة دي زي عم الشيف، وأنا معاكم اهوت حالا. بجيب الكبة الحلوة دي، تمام، أول حاجة بحط في الكبة دي بطاطس بتتحمر في الزيت، بحط فيها زبدة، ده نوع بطاطس جديد، دي زبدة، ركزي معايا بالله عليك. بحط على الزبدة دي شوية زيت زيتون، بس خلاص، لأن احنا محمرين البطاطس في زيت. وننزل يا عم الشيف بشوية البقدونس، وننزل بالبصلاية الناعمة، وننزل بالفص التوم الحلو، وناخد الروزماري الطيب ده. روزماري على فكرة عايزة تاخد الطعم بتاعه وتسيطري على شخصيته، تفرميه ناعم يعني، ما تحطوش سليم كده، ده السريع يعني. أما تحطيه سليم في حالة لو بتعملي فخدة ضاني أو ديك رومي، معانا وقت يدينا الطعم. ده روزماري هيتقلب كده مع الخلطة دي، وشوية زعتر حلوين نشيل ده من هنا. معانا للأمانة قرن فلفل، تعجبك نوع البطاطس ده هيعجبك على فكره. بنحط معاهم يا عم الشيف
معلقة دقيق، خلي بالك في طاسة شديدة الحرارة هنا تسخن، هنحط معاهم معلقة دقيق دي كفاية، ونشيل كل ده من هنا. أنا حطيت توم يا مخرجنا ولا لسه؟ حطيت توم، نحط شوية توم كمان. طب نحط كمان توم. حبيبي حبيبي الله العظيم، أنا لازم أكلك. بص 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 بص، نعم قول لي أنا هعمل إيه بالله عليك، لو قلت لي تبقى شيف شاطر زي ما أنت مخرج شاطر. لا دي مخرج كل واحد بيركز في موال. هضرب أخلط دول كلهم مع بعض كده. بسم الله الرحمن الرحيم. عادي جهاز بثلاثة تعريفة، بس لما يكون عندك موجود في المطبخ بيشجعك تعمل حاجات حلوة. لا ده لا مش ميه، ده لازم يتفرم ناعم. فاول حاجه لما في طبيعي لما بتعملي خليط زي ده كده بتطحني لوز، بتطحني حاجه كده. بص الكريم الشكل الكريمي ده كده. تاني شغل الكبه. ده الطبيعي. بسم الله الرحمن الرحيم. طحنيهم ناعم، طحنتهم ناعم. انا خدتهم زي ما هم كده، ونبص بعينينا اليمين نشوف الاخبار ايه، بطاطس استوت ولا لسه، ونشيل كل حاجه بقى ملهاش عوزه هنا. حلو الكلام، حلو. اخبار الزيت ايه؟ بطاطس بتحمرها تلات ارباع سوا. نعم ينفع والله العظيم، انت راجل مبدع. بقول لي يا شيف مغازي، ينفع نعمل البطاطس دي النوعيه دي مع بطاطس المقليه عادي اللي بتتباع جاهزه؟ ينفع. حمرها واعمل نفس الخلطه دي وحطها في الطاسه وحط عليها البطاطس زي ما بتتعمل بالجبنه كده، جبنه تسيح على البطاطس، اي نوع بطاطس مقلي، جبنه شيدر، جبنه بارميجان، جبنه موزاريلا، الجبنه اللي احنا حابينها. بنروق المطبخ بتاعنا كده عشان معانا اسره لطيفه ومعانا ضيوف عايزيننا نقعد في وسطهم، فالطبيعي ان احنا ايه يكون مطبخنا رايق. معايا شويه طماطم شيري، معانا الخلطه دي، ما انا هعمل البطاطس فيها. انا هوريك الدلع دلوقتي. هل بنقلب الخليط ده كله، البطاطس بتتحمر. وحقوق الطبع لدينا وبس. نعم. طب بالله انت اللي تقول بالله عليك، مخرجنا بيقول لي من ساعه ما بدانا الحلقه يعني المنيو بتاعنا النهارده كله وحقوق الطبع لدينا وبس النهارده كله. دي الخلطه اللي انا عملتها من شويه، فيها زبده، فيها زيت زيتون، فيها بقدونس، فيها زعتر، فيها روزماري، فيها بصل، فيها توم، فيها طماطم شيري. بسيبهم على النار كده اهو زي ما انا شغال. ليك الاختيار ما بين اتنين للامانه عشان في مصداقيه، يا اما كذا معايا، يا اما معلقه كريمه لباني حلو قوي، يا اما مغرفه ماء مغلي من ميه سلق المكرونه في نفس الكبه اللي انا كنت شغال بيها، باخدها كده. يا حبيبي. لا كده طيب، وانا هنزلها دلوقتي يا ابن الحلال، وبعدين هو في ميه هنا، مش انا حاطط معلقه دي يا مخرجنا؟ العب وانا بتدخل في شغلك. تيجي الصبح تقول لي حط دي هنا وشيل دي هنا، ويجي الاستاذ احمد عوض يشرف على هذا العمل، ما بتكلمش زي ما بتقول لي بشتغل. ولكن تيجي تقول لي بقى تحط على الميه، زعلني منك كده وانا حطيت ميه؟ في معلقه دقيق هنا بتثبت الايه؟ السايب. ادي البطاطس بتاعتنا اهي زي ما هي كده، صفيها خالص يا شيف من الزيت. وحقوق الطبع لدينا وبس.
نوع بطاطس ما اتعملش قبل كده. ألف أنا وشيفة للي ياكل منه، مش بالجبنة. العب يا السمك. نجيب طبق التقديم. فين المية هنا يا مخرجنا؟ خلاص أي خدمة ولا أسيبك. حلو السؤال ده، ما شاء الله عليك أستاذة رحاب، سألت سؤال جميل. طبعا الستات غير الرجالة بتبتع في المطبخ. ينفع نحط بدل البطاطس دي بطاطس بوريه، بس هتبقى بطاطس بوريه بالخلطة المغازية. نغرفها يلا بينا عشان خلصنا، مفيش وقت. حاضر يا فندم. يلا بينا يلا بينا. اللي يقول لي شاف البطاطس دي فين قبل كده يقابلنا على محطة مصر. بطاطس بالخلطة المغازية، لا بالجبنة ولا بالكريمة. ألف أنا وشيفة للي ياكل. معانا مكرونة سباكيتي، معاها سبانخ، معانا سمكة قاروص فيها خبرة طهوية وفيها حب. يعني نقول مع بعض في نفس واحد، ودايما بنقول ويا رب يجعلنا دايما نقول، رؤية فن إبداع تشوفوا كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو.